بسم الله الرحمن الرحيم. لواء طبيب أمجد أحمد جمال الدين، استشاري العلاج بالأكسجين وطب الأعماق في القوات المسلحة وفي معهد ناصر بالقاهرة ومستشفيات العسكرية، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب العسكري والأكاديمية الطبية العسكرية. هتكلم عن العلاج بالأكسجين. ناس كتير جدا ما تعرفش يعني إيه العلاج بالأكسجين. العلاج بالأكسجين هو أحدث طرق العلاج الحديثة اللي ليس لها أي مضاعفات مثل الأدوية، الكيماويات اللي في الأدوية اللي احنا بناخدها كلها لها أعراض جانبية. العلاج بالأكسجين ليس له أعراض جانبية. تعريف العلاج بالأكسجين هو استنشاق الأكسجين بنسبة 100%، أكسجين طبي بنسبة 100% تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي. بمعنى أن الإنسان لما بيستنشق الأكسجين اللي هو 100% تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي، الأكسجين هيدوب بكميات كبيرة في الدم وفي سوائل الجسم، وبالتالي نسبة الأكسجين داخل أجسادنا بتتضاعف إلى 22 ضعف، وبالتالي بتؤدي إلى تحسين الأداء الوظيفي لأجهزة الجسم المختلفة، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز البصري، الجهاز السمعي، جميع أجهزة الجسم طالما بيوصل لها أكسجين بكمية كفاية فالأداء الوظيفي بتاعها بيتحسن. بالإضافة إلى أن الأمراض كثيرة هنذكرها لو في وقت أن احنا نذكرها، الأكسجين بيعالج هذه الأمراض. الأكسجين اللي بيحتاجه الأصحاء والمرضى على حد سواء، يعني مش مرضى بس، لا، الأصحاء ممكن ياخدوا أكسجين. هذا الأكسجين هيحسن المناعة عندهم، هيحسن الأداء الوظيفي، هيمنع الإجهاد. الدليل على هذا أن لعيبة الكورة وهم في صحتهم أكثر من ممتازة بياخدوا الأكسجين علشان يحسن الأداء الرياضي ويقلل الإجهاد، وبالتالي يبقى الأكسجين اللي بياخد الأكسجين هو المرضى والأصحاء على حد سواء. لما أقول أن الإنسان السليم لو أخد أكسجين هيرفع مناعة جسمه، هيحسن الأداء الوظيفي، هيساعد على تكوين الكولاجين اللي بيساعد على انتهاء عمليات التجعيد والكرمشة اللي في الجلد في كبار السن. يبقى ممكن أنا بالإضافة إلى التراديشنال الحاجات التقليدية في علاج الحاجات الجلدية، أنا ممكن أستخدم العلاج بالأكسجين. العلاج بالأكسجين بيستخدم في حالات مرضية وفي حالات الطوارئ الطبية. لو عدينا الحالات الطوارئ الطبية اللي الأكسجين بيعالج فيها، هنقول أهمهم تسمم غاز أول أكسيد الكربون. ناس كتير جدا بتخش الحمامات وبيحصل إن هي بتتعرض لاستنشاق غاز أول أكسيد الكربون من السخانات اللي فيها غاز. لما بيتطفى العيانين أو الناس دول بيستنشقوا أول أكسيد الكربون، يا إما إحنا بنلحقهم بدري وبننقذهم بعد ما بيخشوا في غيبوبة، يبقى الوقت اللي التدخل فيه كل ما كان أسرع كل ما العين ده ممكن يرجع طبيعي جدا 100%. وللأسف الشديد إن حالات كتير في إحصائيات معمولة بتقول إن حوادث تسمم أول أكسيد الكربون بتؤدي إلى نسبة عالية جدا من الوفيات. ويمكن بنقرا في أحداث كتير إن بيبقى عريس وعروسة لسه متجوزين أو داخلين الحمام، وبيحصل إن احنا الصبح بنلاقيهم لا قدر الله حصل لهم استنشاق لغاز أول أكسيد الكربون، وبالتالي بيؤدي إلى الوفاة أو بيؤدي إلى مشاكل إذا لم يتم إنقاذه. يبقى استخدام الأكسجين المضغوط حاجة رئيسية وأساسية في علاج الحالات دي. نصيحتي أو المعلومة اللي عايز أقولها للناس إن أي حد يطلع من الحمام عنده غيبوبة أو مغمى عليه أو شبه غيبوبة أو مدروخ أو مصدع، لابد ينتقل إلى أقرب وحدة علاج التسمم أو وحدة علاج السموم في أقرب مستشفى، بيعملوا الفيرست ايد، الإسعافات الأولية، وينقلوه مباشرة لأول مكان في علاج بالأكسجين. الحالات دي كل ما جت بدري كل ما بترجع كومبليتلي نورمال، ترجع تماما ولا كأن فيها حاجة. وللأسف لو اتأخرت، لا، ده بيحصل ان المرضى دول ممكن يحصل فيهم اعاقه بعد كده، يعني يبقى عنده تخلف عقلي، مش بيعرف يتكلم كويس، الذاكره بتاعته بتروح، مشاكل كبيره جدا. يبقى ده اول حاجه في الحالات الطوارئ. نمره 2، الجلطات الهوائيه. في انسان بتجيله جلطه نتيجه ايه؟ نتيجه جرح تهتكي او نتيجه ما بعد عمليات. الجلطات الهوائيه العلاج بتاعها
العلاج بالاكسجين داخل غرف العلاج بالاكسجين. في حاجه اسمها الغرغرينا الغازيه اللي هي تسمم نتيجه بكتيريا معينه بتعمل تسمم في الدم. الحالات دي لابد ان هي تاخد علاج بالاكسجين ليتم انقاذها. في ناس بتبقى نورمال ومره واحده بيتكلم في التليفون مش سامع، بينقل التليفون ناحيه ودنه الثانيه بيسمع. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو بيروح لدكتور انف واذن بيكشف عليه، لو شخصه ان ده عنده فقدان السمع المفاجئ نتيجه التهاب فيروسي او نتيجه انسداد او جلطه في العصب السمعي، الحاله دي بياخد العلاج بالاضافه الى العلاج بالاكسجين. نفس اللي بيحصل في الودن بيحصل في العين. في ناس بتفقد النظر مره واحده من غير اي مقدمات. لو طلع ان في جلطه في الشريان الرئيسي للعين، الحاله دي لابد ان هي تتعالج فورا في العلاج بالاكسجين لانقاذ حياتها. في اطفال كتير بينزلوا حمامات السباحه او بينزلوا في الريف في ترعه او في اي حاجه زي كده بيتعرض للغرق. لما بيتعرض للغرق يعني بيفقد وقت معين الاكسجين ما بيوصلش للمخ. الطفل ده ممكن لو احنا انقذناه يعني ما ماتش لابد انه يتجه للعلاج بالاكسجين، لان الفتره اللي المخ فيها كان في غياب للاكسجين عن المخ، المخ بيتاثر وممكن الطفل ده اذا لم يتم اسعافه فورا يتحول الى طفل هانديكاب. بقيه انواع السموم بصفه عامه المرضى يبتدوا ياخدوا العلاج الفيرست ايد داخل وحده علاج السموم ثم ينتقلوا الى العلاج بالاكسجين. يبقى دي حالات الطوارئ اللي هي التسمم بغاز او اكسيد الكربون، الجلطات الهوائيه، الغرغرينا الغازيه، فقدان السمع المفاجئ، فقدان البصر المفاجئ، ان يتعرض الانسان لانه يغرق، او التعرض ل ان على وشك الغرق، ما غرقش بس كان على وشك الغرق. دي الحالات الطوارئ. طب في حالات تانية الاكسجين بيستخدم فيها في الطب؟ نعم، في حاجات كتير زيها بقى. القدم السكري، نقص وصول الدم او الحاجة اسمها الاسكيميا في الاطراف، اللي هو الاطراف لما الدم يوصل نتيجة تصلب الشرايين وصول الدم للاطراف او للمخ بيقل نتيجة ايه؟ نتيجة تصلب في الشرايين. طيب ده بردك من الحالات اللي بتستفيد بالعلاج بالاكسجين. الجلطات بقى، انسان حصلت له جلطه في الدماغ، نتيجه الجلطه دي حصل شلل، الحالات دي بتاخد علاج التقليدي بتاعها مع دكتور النيورولوجي، بتعمل علاج طبيعي وبتاخد علاج بالاكسجين. يبقى القدم السكري والجلطات وتصلب الشرايين والحالات الحروق وحالات الانيميا وحالات الروماتويدز بانواعها، حالات الديمينيشد اميونيتي زي اللوبس لما بتحصل اللي هو مرض الذئبه الحمراء، باركنسونيزم مرض الشلل الرعاش، امراض كتيره جدا ممكن الانسان يستفيد بالعلاج بالاكسجين من الحالات اللي بتتعرض للمشاكل دي. الفرق ما بين العلاج بالاكسجين والعلاج بالادويه فرق واضح جدا. ايه هو الفرق؟ جميع الادويه اللي احنا بناخدها بتجهد الكبد والكلى لان هم دول المسؤولين عن التخلص من السموم، والمواد الكيماويه كلها تعتبر سموم. يبقى انا لما اتخلص من السموم دي انا باجهد الكبد وباجهد الكلى، يبقى ده الادويه. بينما الاكسجين اللي انا باخده اللي انا بعتبره دواء هو بيحسن الاداء الوظيفي للكلى وللكبد وبيساعدهم على اداء الوظيفه بشكل افضل، يعني مش بيأذيهم. نمره اتنين، ان جميع الادويه الكيماويه او كل المركبات اللي احنا بناخدها بالاضافه الى ان هي بتعالج المشكله الرئيسيه الا انها بتاثر على بقيه الجسم سلبا. على مثال الادويه الكيماويه، جميع الادويه الكيماويه اللي بياخدها المرضى اللي عندهم سرطانات، الكيماوي ده بيأثر على الشعر، بيأثر على الجسم، بيأثر على المناعه، بيأثر على الانيميا، بيخلي الانسان، وكلنا عندنا اقارب عندهم هذا المرض ربنا ينجينا جميعا، بنشوف حاله المريض اللي بياخد كيماوي وهو علاج قد ايه حالته بتبقى تعبانه. الفرق كبير جدا بين ان ادي العلاج التقليدي او ادي اكسجين. الاكسجين بيفيد الجسم كله وما بيأذيش حاجه، ملوش اعراض جانبيه، بينما جميع الادويه اللي احنا بناخدها لها الاعراض الجانبيه ومشاكلها الخاصه بيها.
في حاجتين مهمين جدا. الأطفال اللي عندهم توحد، الأطفال اللي عندهم شلل دماغي بيستفيدوا من الأكسجين، على الرغم ان احنا نعلم ان الجمعيات الطبية العالمية لم تقر استخدام الأكسجين في الأطفال، ولكن الحالات اللي احنا شفناها إكلينيكيا وعالجناها أخذت جلسات أكسجين اتحسنت إلى درجة كبيرة جدا جدا جدا. يهمني أقول للسادة المشاهدين إن الأكسجين موجود فين؟ الأماكن الحكومية اللي هي فيها الأكسجين عندنا في اسكندرية في معهد الطب الأعماق البحري في رأس التين، وده قوات مسلحة. عندنا في مستشفى مصطفى كامل في العلاج بالأوزون وهو علاج بالأكسجين بس بطريقة مختلفة، وعندنا دول أماكن حكومية. في القاهرة عندنا معهد مصر بشبرا، وده من أكبر المستشفيات وزارة الصحة في مصر، ويعتبر المكان الوحيد اللي فيه العلاج بالأكسجين في القاهرة في وزارة الصحة، بالإضافة إلى المستشفيات العسكرية زي كوبري القبة العسكري وزي الجو العام في العباسية والجو الجديد في التجمع الخامس. دي الأماكن الحكومية اللي فيها العلاج بالأكسجين. نظام العلاج بالأكسجين عبارة عن جلسات، يعني المريض بيخش غرفة العلاج بالأكسجين بيقعد داخل الغرفة لمدة ساعة وربع، يستنشق بالماسك أكسجين لمدة ساعة وربع، دي جلسة. المريض ياخد 10 جلسات أو 20 جلسة أو 30 جلسة زي شريط الدواء، العلاج اللي بديك علبة دواء فيها 10 تقراص أو فيها 20 أو فيها 30. نفس الفكرة إن العلاج بالأكسجين عبارة عن جلسات يوميا. العيان بيخش داخل غرفة العلاج بالأكسجين، ويمكن يتعرض عليكم صور الغرف دي عشان تبقوا عارفين شكلها، بيستنشق أكسجين لمدة ساعة وربع يوميا. النتائج بتظهر أثناء العلاج بالأكسجين وبعد ما نتوقف عن العلاج بالأكسجين. الحالات الكتير قوي اللي احنا بنشوفها وبتتحسن بتجيب نتائج طيبة جدا. فالأكسجين بيساعد الحالات المرضية بالإضافة إلى أنه علاج أساسي في بعض الحالات المرضية الأخرى. اللي عايز أقوله أن نسبة الأكسجين في دمنا بالعلاج بالأكسجين بتتضاعف 22 مرة. تشبيه الموضوع إزاي الأكسجين بيتضاعف داخل أجسادنا، في قانون اسمه قانون شارل. قانون شارل بيقول أن أنا لما أستنشق غاز تحت ضغط، الغاز ده يدوب في سوائل الجسم، يدوب في سوائل الجسم. أشبهها لكم تشبيه بسيط، الكنز اللي احنا بنشربها دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثاني أكسيد كربون، غاز ثاني أكسيد الكربون دايب في المية اللي هي في الكنز. المية دي فيها لون وفيها أسانس، يعني أنا بيتهيالي إن أنا بشرب برتقان، هي ما فيهاش برتقان خالص، يتهيالي إن أنا بشرب بيبسي، ما فيهاش حاجة اسمها بيبسي، ده عبارة عن لون وأسانس وثاني أكسيد كربون دايب تحت الضغط. الفكرة بسيطة، أول ما أفتح الكنز بلاقي اير بابلز طلعت. ايه الاير بابلز ده؟ ده ثاني اكسيد الكربون اللي كان دايب تحت ضغط. انا بوصل لكم فكره ازاي الاكسجين بيدوب في دمنا، ان انا بدخل المريض غرفه الضغط، برفع الضغط بياخد اكسجين يدوب في الدم بكميه كبيره زي ثاني اكسيد الكربون ما بيدوب في الكنز. نسبه الاكسجين لما بتزيد في الدم بتحسن او بتعالج الحالات اللي احنا ذكرناها دي كلها. مفيش اي اعراض جانبيه للعلاج بالأكسجين غير أن المريض قد يحس بعض الألام في ودانه، زي ما بنركب طيارة، اللي ركب فينا طيارة بيحس أحيانا أن ودنه بتوجعه، عشان كده بنقول للناس اللي في الطيارة يا يندغ لبانه يا يبلع ريقه يا يحرك فكه علشان الوجع ده يخف. ده الحاجة الوحيدة اللي العيان ممكن يحس بيها جوه الغرفة. طب في ناس ما ينفعش تتعالج بالأكسجين، أيوة في ناس ما ينفعش تتعالج بالأكسجين، زي مين؟ زي الناس اللي عندها كلوستروفوبيا. كلمة كلوستروفوبيا يعني الجزع والخوف من الأماكن المغلقة. في ناس لو دخلتها حاجة وقفلت عليها باب يحصل لها جزع، سواء طلعت في أسانسير أو دخلت غرفة العلاج بالأكسجين أو أي مكان. اللي عنده كلوستروفوبيا ما ينفعش يخش. بقية المرضى اللي ما ينفعش يدخلوا العلاج بالأكسجين اللي عندهم سخونية، عندهم حرارة جامدة، أو عندهم تشنجات، برضك دول ما يخشوش، او اللي عنده مشكله كبيره في صدره، يعني لازم الرئه والقلب يكون كفاءتهم 100% عشان اقدر اعالج الحالات دي بالاكسجين.
الأماكن التانية اللي هي ممكن تسألوا عنها لابد أن يبقى كل واحد فينا عارف أماكن العلاج بالأكسجين عشان الحالات الطوارئ اللي أنا ذكرتها، لأن دي لايف سيفينج في السبع حالات اللي أنا ذكرتهم لحضراتكم. أشكركم كثيرا، شكرا.